السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هنأ عدد من نجوم السينما الهندية المعروفة باسم بوليوود المسلمين في كافة أنحاء العالم بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك. وقد انهمرت رسائل التهنئة من حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر، حاملة كلمات التهاني الرقيقة للمسلمين. سونم كابور، شرادها كابور، أنانيا بنداي، تارا سوتاريا، لديهم أجمل التمنيات. الممثلات مثل سونم كابور، شرادها كابور، تارا سوتاريا، وأنانيا بنداي كانت لديهم أجمل التمنيات. لكن هذا ليس كل شيء. بريانكا شوبرا، علياء بهات، سيدهارت شوكلا، سيني ديول، أجاي ديفيجن، هيريتيك روشان، مادهوري ديكسيت، سيدهارث مالهوترا. الكثير من مشاهير بوليوود قدموا رغباتهم في هذه المناسبة. أخذت بريانكا شوبرا إلى حسابها على إنستغرام لتتمنى لجميع معجبيها ومتابعيها. وشاركت النجمة العالمية بريانكا شوبرا جمهورها بصور لها من منزلها بعد شهرين من العزل في المنزل خوفاً من انتقال فيروس كورونا، حيث ظهرت وهي ترتدي كمامة قماشية مميزة، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع إنستغرام قائلة: أول خروج منذ شهرين. كانت علياء بهات، التي شاركت أيضاً صورة جميلة لعيد مبارك في قصتها على إنستغرام. من المقرر أن يعقد علياء بهات ورانبير كابور عقد قرانهما هذا العام، بعد أن ظل في علاقة ثابتة غير معترف بها بشكل لأكثر من عامين، حسبما يشير تقرير جديد. شاركت سونم كابور صورة جميلة لنفسها وهي ترتدي ملابس رائعة، وكتبت ملاحظة تتمنى للجميع عيد مبارك في هذه المناسبة. كما شاركت شرادها كابور مقطع فيديو صغير من فيلمها حسينة باركار، وكانت هذه أيضا طريقة رائعة لتتمنى لعشاقها عيد مبارك. كتب سيدارت شوكلا على تويتر: عيد مبارك للجميع، لنصلي جميعا من أجل السلام والسعادة خلال هذه الأوقات العصيبة، للجميع يرجى البقاء في المنزل للبقاء آمنا. وأخيرا شارك سيدهارت مالهوترا مقطع فيديو من فيلمه مرجافان متمنيا لعشاقه عيد مبارك. يعد النجم الهندي سيدهارت مالهوترا الضلع الثالث من مثلث نجوم المستقبل، كما أطلق عليهم العالمي كاران جوهار وقت اكتشافهم في فيلم طالب العام، وهم علياء بهات وفارون دهافان وسيدهارت مالهوترا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.